اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة بدولة الكويت الشقيقة. وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته لدولة الكويت. وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. ومناقشه المسائل ذات الاهتمام المشترك